قول السالمية عدي الصيفي شماله شايو فهد الرشيدي. يا رشيدي شنو هذه؟ فهد الرشيدي هذا جول راح يحسب لك تاريخيا. ليش؟ تقدم الحارس وعالطاير ومن مسافة بعيدة وانت طالعت المرمى وسجلت وبالغائم وجول. عيدها، ما راح تطلع، عيدها يا مخرج لا تخاف، ما راح تطلع. واحد 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 واحد، فهد الرشيدي في الدقيقة 16 سالمية سجل جول حلو ورد على العربي بجول أحلى. هذه قلت لك المتعة بداية المباراة، أول دقيقتين قلنا المباراة ستشهد حماس وأقوال. شوف شوف عالطاير، شوف شوف، يا سلام يا ولد، وبالقائم جول في الدقيقة 16، قول حلو من فهد الرشيدي، قول شوت، عيدها عيدها. يسجل فيه اليوم، يسجل فيه عائلة الدعيع تاخذ جول من الرشيدي في مسابقة الأمير فيصل بن فهد. عملها الرشيدي بمرمى الهلال في شباك بدر الدعيع الصغير، اليوم سواها في الدعيع الكبير بهدف مثير يحرز هدف التعادل. هدف ما كان كافي للهلال إلا أنه ينتصر في شوط المباراة الأول. لم تجد من يتابع كرة محمد إشراف، ملعوبه وترجع مره ثانيه علي مقصيد بيتقدم وشكله بيشوت، الله بيحطها بالجول، جول جول للعربي لفهد الرشيدي. لكن الجول هذا انوزعه 50% لعلي مقصيد و 50% لفهد الرشيدي. شوف تسديده علي مقصيد القويه، صدها شهاب، متابعة فهد الرشيدي، يسجل الهدف الأول في الدقيقة 21. شوف علي مقصيد أخذ وضعه وشماله قوية ما شاء الله، وعلى قوتها ما قدر لها شهاب، لكن المتابعة الصح من فهد الرشيدي يسجل أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة في الدقيقة 21. العربي بعد أن راحوا عليه هدفين. كرة الأمام، الله
امام من الى هايل بالخطا يقطع كره هايل هايل الوحيد الوحيد هايل ينتظر المساند هايل بيلعب له جول 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 واضح انها جول واضح انها جول واضح ان العربي ناوي على جول لكن تاخر هذا الجول في الدقيقه 28 حتى الدقيقه 28 بمحاولات عدة برغبة جادة جدا في إحراز هدف السبق في هذا اللقاء وبالتالي كان له بخطأ دفاعي كان له من دفاع نادي الكويت بالتمريرة الأخيرة وبالتالي شوف الشريدة ارتكب الخطأ وأتت أمام من أحمد هايل الذي مرر كرة لفهد الرشيدي الذي تمركز في تمركز جيد حقيقة خلف مدافعي نادي الكويت ووضعها في المرمى رغم محاولات حارس المرمى عبد الرحمن حسينار لكن في الجول رشيدي يحل وبينزلها هناك فرح جول جول الله خطا بيلعبها وشوت جول الله 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 شو يسوون العربي شنو اللي قاعدين يسوون العربي كرة على الجانب الأيمن ومحاولة كرة عرضية تتحط الله فهد الرشيدي يأتي بالتعادل وفهد الرشيدي يزور مرمى رحمن أحمدي ويأتي بالتعادل للمنتخب الكويتي عجيب 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 عادت من جديد مرت من جديد للمنتخب الكويتي طويلة خطيرة جول الله يا الأزرق الله الله يا الأزرق الله اتحرك مع الإضافي واستغل الضعف اللياقي ليسجل فيها ولد الرشيدي فهد الرشيدي يسجل الهدف الثاني لمصلحة الكويت شوف لما مرت شوف لما عدت وشوف لما سجلها في مرمى تروح الكرة تاني على طول عرضية خطيرة كامل قدم هدف عالمي الله هدف عالمي هو يا جماعة فهد الرشيدي حدود فهد الرشيدي هدف عالمي ممتاز الله عليك يا فهد الرشيدي ممتاز هدف حلو قوي شوف لفة الاسبان شوف الكرة شوف قطعت الكرة قبل تاني اخر مدافع السلام عليك يا فهد حاطت الكرة انما هل السؤال يفرض نفسه هل سالم بخيت ممكن يسأل ولا المدافعين اللي يسألوا ولا ممكن حارس المرمى عليه خطأ كبير وعبء شديد في الهدف التاني ردة الفعل والرياكشن يعني شيء مطلوب باهتمام انما شوف اللاعب فهد الرشيدي ودي الذكاء ودي الحنكة ودي الخبرة لعيب كبير يا ولد شوف التوجيه صعبة جدا على المهاجم انما هو لعيب وحريف جدا فهد الرشيدي يسجل هدف ثالث في مرمى نادي الظفار العماني عبد العزيز السليمي ضربة ساوي الان للعربي في اواخر شوط المباراة الاول الان كرة ملعوبة اكثر من لاعب طويل خطيرة الان يا سلام عليك يا غالب تاتي الان في الجهة اليسرى راسية مرة ثانية مرتضى فان بالراس ابعد لا 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 هدف لصالح فريقي العرب الكويتي يا الله عود شوف اللقطة خرف في ابعاد الدفاع والصمود والتركيز اكثر شوف اللقطة الماضية رأسية مرتضى فال هي عملت الفارق رأسية الموسوي هنا مرتضى فال لعبها محمد عيد الامور مضبوطة معاه شتت ابعد لكن السوء التفاهم مع محمد عيد مع عبد الله العنزي كلف النصر الهدف الاول هذه نتيجة تؤهل العرب الكويتي الى دور الاربعة لكن باذن الله قادرين على التسجيل الناصر يجب ان يسجل الان الناصر يجب ان يسجل الان صح كرة منقولة خطيرة راح هناك احمد هايل خطيرة جول للعربي الكويتي جول للهداف فهد الرشيدي جول لفهد الرشيدي يسجل اول اهداف في المباراة لصالح الزعيم العرباوي قلنا المسألة اذا ما تسجل عليك ان تنتظر ضيع الفتح ثم اضاع الفتح
ثم كانت الأخطاء من الفتح والنتيجة هدف للعربي يصعب المسألة، لكنه لا ينهيها إطلاقا. هذا الكرة من أحمد هايل اللاعب الأردني، عكسية عرضية جميلة جدا، تواجد معها اللاعب الهداف، اللاعب اللي لعب في 2007-2008 في الدوري السعودي وسجل 3 أهداف في الدوري السعودي في مشاركته مع الحزم السعودي درجة أولى. موسوي خطيرة بالرأس ملعوبة، وفرصة لمصلحة العربي متاحة، والكرة بالجول بالجول، هدف أول لزعيم الكرة الكويتية فهد الكويت. كان له تجربة مع الحزم في السعودية، لعب للسلمية في الكويت ولعب للكرامة في سوريا، يستيقتنص كرة ممتازة جدا ويسجل الهدف الأول للعربي، لاعب الذي يلعب للعربي منذ الموسم الماضي فهد الرشيدي. العرباوية رفضوا ذلك وسجلوا هدفهم الثاني من كرة ثابتة نفذها مقصيد ناحية الرشيدي الذي أرسلها برجله.